فادي المرقه هنا جنبنا وادي الحله اللي هنعمل فيها البشاميل. فاول خطوه عشان نعزز نكهه البشاميل انه يبقى عندنا شوربه، والشوربه دي برضو هنحطها على الجندوفلي. تعالوا ناخد الزبده اهي قدامنا. اول حاجه هناخد الزبده مع الدقيق على الحله اللي هنعمل فيها البشاميل. عايزاه بشاميل غني الصراحه النهارده، انسوا الكالوريز، هنعمل النهارده كريمي باتري بشاميل، وهنستخدم الحليب والكريمه كمان، مش بس الحليب عشان نديه، والمرقه عشان نديه الفليفر والريتشنس الغنى والطعم الحلو. هنستخدم ملح وفلفل بس، واين الدقيق اهو، ناخد معلقه عشان نقلب. سيح الزبده ونحمص الدقيق شويه، انا هوطي النار على الشوربه، ناخد معلقه نحط الدقيق نحمصه، وده برضو بيدي طعم حلو قوي تحميص الدقيق الصح. دول تقريبا 4 معالق كبيره زبده، احط قصادهم برضو نفس الكميه، ولو عايزين الصوص تبقى تقيله بنزود الدقيق، لو عايزينها خفيفه بنزود السوائل. هنبتدي بالكميه دي، خلوا بس الزبدة تسيح كويس علشان تحمص الدقيق. ده اسمه الرو، خلاص حفظتوه معايا. شايفين الدقيق لما يتحمص هيطلع طعم البشاميل فيري ريتش. انا هشغل الفرن هنا على الشواية بس، اجهزه كده على الشواية على اعلى حرارة علشان لما نحط الصينية في الفرن، هتحط الشبكة فوق، نحط الصينية نديها تحميرة فقط لا غير. نحطها اهي، فخليه يسخن ونقلب الرو. شكلي هحتاج زبده زياده، هنشوف. المفروض الرو يبقى اخف من كده شويه، فهحط شويه زبده تانيين. المفروض الرو تبقى كده صوصي شويه. وممكن للسرعه تستخدموا البشاميل الجاهز وتزودوا له مكعب زبده وتزودوا له كريمه وتزودوا له شويه المرقه. اهو بنجيب مضرب السلك ونبتدي نضيف عاده الحليب، انا هبتدي اضيف الشوربه. شايفين لونه حلو ازاي؟ نجيب مضرب السلك وناخد، انا عندي مفروض عندي مصفى اهي، هحطها هنا واخد الشوربه، عندي المغرفه هناك عندي، هبتدي اني احط الشوربه، جزء من الشوربه ونقلب. شايفين المطيبات؟ نرجع هنا وندوب الرو بالشوربه، هزود شويه شوربه كمان، خليني اخد الحله كده اسهل، واخلي شويه من الشوربه للجندوفلي. فاول حاجه حطيناها، ابعدها شويه عن النار، حطينا المرقه وده اللي هيديني طعم. انا حاطه هنا مكعبات المرقه كمان، فملحها فيها سنه ملح. دلوقتي هنضيف الحليب بالتدريج اهو، ونضيف كميه من الحليب ونقلب. كل ده هيدوب مع بعض تاني، نرجعها على النار، هندوب كل الخليط ده، ولو كلكع منا انا مجهزه الهاند بلندر. قلت لكم على التريك دي، وارد انه يكلكع، بتحصل باحسن العائلات. لسه احنا هنقلب اهو، انا عايزه كميه شويه كبيره، عايزاها صوصي للمكرونه اهو. بنقلب كويس، نزود شويه، وهاتوا دلوقتي نضيف كريمه الطهي. الكريمه بقى اللي هتدينا الريتشنس. طبعا لازم نظبط الملح كمان شويه، ودلوقتي نظبط الملح والفلفل وذاتس ات.